انا كنت عايزه ادخل اصلا علشان الاقي مامتي. يعني لان بابا كان شويه رافض ان انا اقابل ماما خالص. في مره بتخانق بجد فقلت له على فكره انا بقى اما اكبر شويه هطلع في التلفزيون وماما هتشوفني وتجيبني ومش هاجي لك هنا تاني. وشفت مامتي على فكره بعد 27 سنه. كانت لما بتشوفني كانت بتحس ان انا يعني بنوتتها الصغيره.